أني جيت. شوف يا صديقي، اقتلني بالهيت شوت، اقتلني بالقنبلة، اقتلني بأي شيء بدك ياه، ما راح أقول لك لا، بس إنك تقتلني بلغم هذا الشيء مستحيل راح اتقبله، لأنه أكبر إهانة في فري فاير أنه يقتلك إنسان بلغم. وإذا تحب تعرف السبب شاهد المقطع حتى النهاية. ليتس جو اساطير، الحين راح نسوي رياكشن على فيديوهات فري فاير المضحكة، واليوم عنواننا هو الألغام. بس قبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا أنكم تحطوا لايك واشتركوا في القناة. أوكي أوكي، شريك ايش راح يسوي؟ بلشنا بالألغام، يلا بلشنا بالألغام. أوكي سوي لي أوريون. قتلوا بأوريون. أوكي وش راح تسوي الحين؟ أوكي ليتس جو ابلة. والله يجلد بالسيارات. عاد للحياة، جلده مرة ثانية. جيجي نايس، قاعد يلعب بس بالسيارة، بس اتوقع بشخصية ميشا. ياب شخصية ميشا ما راح تتدمج ابدا. ابلة كفو، بده يسوي كمان مرة اخرى الابرة. ستوب، مات رسميا. لا ما مات، مفروض يموت. الابرة ترجع دمك 50 صح؟ لا ايش راح تسوي الحين؟ جلده جيجي. يلا فرجينا الالغام يا غبي. ما فرجينا الالغام. اوكي قاعد يلحق. هذا الشيء اللي انا احبه في لعبه فري فاير، انكم تعرفوا انه انا انشهرت بخدعتي اللغم. اوكي لا يا غبي، لا راح يجلدك، راح يموت راح يموت. بوم جيجي، والله جيجي، والله اكبر اهانه في فري فاير. ليتس جو. اوكي بصراحة اكتب لي بالتعليقات كم مرة جلدك شخص بلغم. قاعد يلحقهم بالسيارات، مسوي شخصية ميشا مشان ما يدمجوا بالسيارة. اوكي لغم رسمية، اللغم قاعد يسوي الالغام بس على النوبات. ليش يا صديقي تحتقر النوبات؟ اوكي راحت فيها مسكينة رسمية. مدمجتها لانه الشجرة كانت ماخذة كفر بالشجرة على اللغم. اوكي ليتس جو، ايش راح تسوي الحين؟ امنيتي اني اشوف هذا الشخص يقتلوه بلغم. اوكي بدي اياه يعيش نفس الشعور تبع الاهانة. ليتس جو. اوكي جيجي مثل ما قاعد يستهزئ بالناس لازم يستهزئوا به. وات؟ كان عنده لاك، جلدها. ليتس جو. لمعلوماتكم عنده لغم، وش راح تسوي؟ لا تقول لي لغم، لا تقول لي لغم. قاعد يجلد بس النوبات الغبي. يلا ليتس جو. مو النوبات، هذول يسموا الجديدين باللعبة. أرحم من كلمة نوبات. ليتس جو. قاعد يلحقوا بال، بس هذا أعمى ما قاعد يشوفه. بصراحة يعني هذا الشخص أعمى ما قاعد يشوف. شت. وأخيراً. أوكي ليتس جو. عنده لاج. شوفوا هذول الناس عندهم بينج 70 يعتبر لاج، احنا عندنا بينج 70 هو اقوى بينج في فري فاير. لغم لغم، والله فك عرفت راح يسوي لغم. اوكي الحين قاعد يستدرج وحتى يجي لعنده ويقتله بلغم. يلا يلا يلا، هذا انسان محترف، هذا انسان محترف لو يقتله بلغم اعرفه انه اسطورة. من الاخر صعب انك تقتل انسان محترف بلغم، صعب. ليتس جو. ما راح يجيه بيعرف انه مسوي لغم. شوفوا ما راح يجيه بيعرف انه مسوي لغم. يلا لو تقتله بلغم خلاص بعرف انك انت انسان اسطورة بالالغام. اوكي قاعد يسوي ميدكيت. يلا كيف راح يستدرجه؟ مستحيل اصلا. شوفوا ما قاعد يدرعم عليه، قاعد يستناه يطلع من مكانه. اوكي وضع الغام. لا هيك راح يموت، لا هيك راح يموت، لا والله جلدو. خلاص انت اسطورة، خلاص انا اعترف. ليتس جو. والله قتل. قاعدين يضحكوا علي هذول. اوكي ليتس جو. عنده لغم، دائما هذا الانسان عنده لغم، ما ادري من وين يجيب الالغام، والله ما ادري. اوكي راح يضربه بالصاروخ. وات؟ ايش قاعد يسوي؟ اوكي. دمج كثير. ضربه هيت شوت بالسنايبر ام 2 بي. لا تقول حط لغم، الحمد لله ما حط لغم. اوكي. وات؟ ليتس جو، الانتقام. حنا قاعد يسوي سكوب، عجبته الهيت شوت، يحب يجرب هيت شوت مرة أخرى. لا مسكين خليه يقتلك هيت شوت. والله الرياكشن اسطوري يا والله، والله راح اعيد الرياكشن يا شباب. يلا ولابس ازرق مثله. اوكي لابس ازرق هذا. بوم خلاص مات. ستوبيد ليتس جو. والله حفظت الرياكشنات. هذا بديك تقتله بلغم. يلا فرجينا الالغام شباب. مسوي حلقه بعنوان الالغام،
ما شفني كثير ألغام، بدي أشوف كثير ألغام. يلا فرجيني الألغام. قاد يلحقوا شباب، حلف أنه يقتلوا بلغم، سمعني. آه بدي يقتلوا بالمضرب. حالف أنه يلحقوا. يلا آه شباب، بدي إياه يقتلوا بلغم، أنا شخصيا بدي إياه يقتلوا بلغم. آه هرب عليك، ليتس جو. شوفوا لحقوا إلى خارج الزون. أوكي اسكو، تحققت أمنيتي أني هذا الشخص بدي إياه يموت بلغم. يا رب يموت. ليتس جو. الحمد لله النوبات اللي قاعد يقتلهم انتقموا منه وقتلوه بلغم. خلاص راح فيها. أجمل شيء أنك تعيشه هو شعور الانتقام. الحمد لله أنه انتقموا منه. أوه حصل على السكن الجديد. شيجي أوكي يلا. إيش هاد؟ أوه دخل يجرب السكن مباشرة. كيف راح تجرب السكن؟ عنده لغم يا شباب. أنا هاد الإنسان لما أشوف عنده لغم قلبي ما يرتاح. لسكو. سلام عليكم. سلام عليكم. أوه إنسان أجنبي مسوي سلام عليكم. شيجي لسكو. اوت لا راحت عليه النت، اكيد راح يقتلوا بلغم بكل سهوله. اوكي اكيد. واو رجع، حط اللغم، حط اللغم قبل ما يموت بسونيا. سوي ديمتري. جيجي او جلدو جلدو، هو ميت. اوكي شوف شوفوا قاعد، شوفوا هذاك شوف الرياكشن قاعد يقرب من، شافوا 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 رسميا ما عنده لغم. الحمد لله الحين انا مرتاح ما عنده لغم. ليتس جو. اوه جي جي اوكي الحين لقى شخص ثاني. يلا ليسكو. اوه دمجوا كثير. اوكي درعم عليه، ما عنده لغم. الحمد لله انه ما عنده لغم، هذا اهم شيء بالنسبة لي. اوه شباب وقف مع الالغام، صار وقت القنابل. قاعد يقتلوا بالماء. مسكين، لا مسكين مسكين، لا خلاص ارحموا. وات مات، مات رسميا رسميا، مات رسميا. وات ما مات، دمجوا كثير والله ما مات. لازم استعمال السلاح. آه قاعد يضربوا رصاصة رصاصة لأنه يعرف أنه مدمج. قتله خلاص. أوكي لا تقولي عندك ألغام، لا 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 ممنوع الألغام. هذا الإنسان ممنوع من الألغام في لعبة فري فاير. أوكي قنابل استخدم عادي. لا لغم والله لغم، شباب عنده لغم، شباب عنده لغم. إيش اللي راح يصير الحين؟ راح نكتشف مع بعض. أوكي ما الحمد لله أنه مات قبل ما يسوي مصيبة باللغم. اوكي حدد مكان شخص. اوه شت عنده ثلاث ألغام الحين شباب، عنده ثلاثة ألغام. تعرفوا شو يعني ثلاث ألغام؟ عند هذا الشخص عنده ثلاث ألغام، هذا يعني انه عنده بازوكا يا اخي، عنده اقوى سلاح في لعبة فري فاير. هذا الانسان اسطورة بالألغام. وش راح يسوي؟ راح يدم. اوه دابا شوف الخلف، دابا شوف من الخلف وش راح تسوي بالألغام. يلا يلا انا بخاف انه يموت قبل ما يستخدم الألغام. بليس استخدم الألغام، على الأقل إذا بدك تموت حط الألغام وموت، يجوا يلوتوك يموتوا بالألغام. أخذ الألغام. أيوه أيوه هيك شوف درعم، حط الألغام موت أنت وياه. What are you doing here? Let's go. أوه حط الألغام. Let's go. لا راح يفشر حاله غبي. لا راحوا الألغام مات. قلت لكم أنه هذا الإنسان أسطورة بالألغام بمعنى الكلمة. ليتس جو يا اسطوري، راح نشوف مقطع ثاني لكن هذا المقطع فيه القنابل اكثر من الالغام. اوكي قنبله. اه قاعد يسخن القنبله مشان يتفجر هو وياه. ليتس جو. وات لا هو تدمج اكثر من هذاك الانسان، يعني هو مات. غبي غبي والله انك غبي. لا انت غبي انت غبي. وات لا ايش ده؟ والله اسطورة، انت مش غبي انت اسطورة. شوفوا 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 اعطاه قنبلة، صار يضحك هذا الغبي، صار يرقص. والله اسطورة بمعنى الكلمة. يلا فرجينا وش بدك تسوي بالالغام بالقنابل. يلا يلا فرجينا حركات القنابل الان. ليتس جو. يلا شباب شوفوا ياخذ قنبلة ويسخنها ويهجم على الناس. عجبتني الفكرة، راح اسوي عليها مقطع في اليوتيوب انا. ليتس جو. ما زبطت معه. وات او دمجوا 164. ليتس جو. يلا الحين يضربوا رصاصه يموت. يلا او خلاص بوكس. اوكي الحين قنبله مره. لقد اكتشفنا سمكه. شوفوا كيف قاعد يسوي. شوف ارمي قنبله واغلق بالثلج. والله ما شفت الفيديو الى حد الان. انت غبي.
والله غبي هذا الانسان. لا من دمجو. كفو 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 كفو. بقي واحدة بقي واحدة. دمجت حالك اكثر يا غبي. واحدة واحدة. اوه جي 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 قتلوا صح؟ خلاص قتلوا يا شباب. جي جي شو قصتهم هذول الناس يدخلوا لهون؟ اتوقع متفق معهم. كيف دخل لهون لحاله؟ لا 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 جيم بلاي عادي شباب مستحيل متفق معهم. وات دمجوا بوكس. رايح عليه النت مسكين. رحت ايوه هيك. لا 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 يا غبي. مات مات. خرج اليميني بس هو اللي قتله. كيف هو اللي قتل حتى هذا خرج اليميني ليش؟ اوكي اوكي. شباب شباب لما ترمي قنبلة ثلجية وتصير بدها تقتلك داخل الخيمة ما تموت تطلع اليميني. جربوها في اللعبة. حتى هو شوفوا حتى هو طلع اليميني. Let's go. قنبلة 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 يا عزيزي قنبلة. بدنا قنبلة. يلا قنبلة. يب يب يب. أيوة اضرب ويجي لعندك سخن القنبلة وادخل في وسطها. أوكي خلاص مات مات أو تدمج كثير مات. خبرتك يا جو. أوه شوف ربع قنبلة. ليش بده ينتحر؟ والله دم الشخص قبل ما يوصلوا بالسيارة. شوفوا رمى قنبلة مشان لما يصل بالسيارة بيدبش. شوف بوم جي جي. يلا ارمي له قنبلة أخرى. شوف فجر السيارة. اضرب قنبلة فجر. وات كيف ضربوا؟ شفتوا كيف ضربوا؟ هاي كلياتنا تصير معنا. اوكي قنبلة 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 بليز بليز قنبلة تجي اسطورية. غبي قنبلة قنبلة يا غبي سوي قنبلة واقتل حالك معه اقتل حالك معه. ايوه هيك. لا ما سخنها اصلا. وات نام مات. جي جي قاعد ينتظروا عنده الالغام. بليز تسوي الغام بليز. ستوب راح يسوي الغام راح يسوي. وات اعمى هاد والله اعمى. بعرف انسان اعمى بفري فاير يد. جي جي والله لو حط الغام كان احسن. طبعا يا شباب اي شخص منكم مات بلغم يكتب لنا بالتعليقات بطريقة غبية ولا مش بطريقة غبية يحكينا الحكاية بالتعليقات ويقولنا وبكل صراحة كم مرة قتلوك بلغم. طبعا يا اساطير لا تنسوا انكم تدعموني بلايك واشتراك. نشوفكم بالمقطع القادم. اني رحت.